خلصت. خلينا نروح للاخبار المحليه. الاخبار المحليه، استاد القاهره الدولي يستضيف دوري الدرجه الاولى لشباب الكاراتيه. انتوا عارفين الكاراتيه من انجح الالعاب في مصر، واللي الدوري بتاعها بيشهد دايما او نشاطه بيشهد دايما يعني فعاليات كتير. فاستاد القاهره طبعا بيستضيف دوري الدرجه الاولى لشباب الكاراتيه. واستاد القاهره الدولي استضاف من ايام طبعا دوري الدرجه الاولى للشباب والشابات الاثنين، واللي اتلعبت في الفتره من 7 ل 9 اكتوبر اللي احنا فيه. البطوله شهدت مشاركه عدد كبير من الانديه، وقدر نادي المؤسسه العسكريه باسكندريه في الفوز بالمركز الاول في شباب الكوميتيه، وجي بعده نادي وادي دجله، اما صاحب المركز الثالث فكان نادي حدائق الاهرام. ولو رحنا منافسات الشابات فنلاقي نادي الطيران حقق المركز الاول، وجي المركز الثاني مركز شباب حلوان، اما صاحب المركز الثالث فكان نادي اسكندريه البترول. كاميرا الابطال كانت موجوده هناك في قلب البطوله، عملنا التقييد اشوفه وارجع لحضراتكم. طبعا احنا عندنا كل اسبوع اربع خميس جمعه سبت اربع ايام في الاسبوع. الاسبوع اللي فات كان في دوري الناشئين والناشئات والشباب والشابات للدرجه الثانيه، النهارده في دوري الدرجه الاولى ناشئين وناشئات وشباب وشابات، النهائي بتاعهم النهارده ان شاء الله. الاسبوع اللي جاي في دوري الممتاز ناشئين وشباب وشباب ناشئين ونشئات وشباب وشابات. طبعا الغرض الاساسي احنا بنعمل الدوريات دي عشان نرفع المستوى، لان اللعبه بتاعتنا لعبه فرديه، ولكن سعينا ان احنا نخلي الدوري مستمر علشان قبل البطولات الفرديه عشان يرفع مستوى اللعيبه، عشان وقت البطوله الفرديه هنبقى يختار منها اساسا منتخب مصر من البطوله الفرديه، فبالتالي يبقى اللاعب وصل لاعلى مستوى له من الاحتكاك عشان يدخل عناصر كويسه منتخب مصر، وخصوصا الناشئين والشباب. النهارده احنا عندنا بطوله عالم في 2022، فبطوله الجمهوريه السنه دي مهمه جدا، سيتم اختيار منها العناصر الاساسيه اللي هتلعب بطوله العالم في 2022، وطبعا لازم يكون مستوى عالي، وحريصين ان نعلي المستوى باعلى مستوى باعلى نتيجه موجوده، لان احنا اخر بطوله عالم ناشئين وشباب 21 سنه في 2019 خدنا ترتيب عام اول على العالم، فبالتالي بنسعى ان احنا نثبت نفس الترتيب على العالم. والحمد لله المستوى السنه دي ظاهر رائع جدا، مستوى عالي جدا من اللاعبين، ده دليل على اهتمام مدربين الانديه واللعيبه طوال السنوات السنه السابقه بيتمرنوا في منتخب مصر ايضا، فالمستوى الحمد لله يبشر بالخير وجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. البطوله الحاليه شغاله مفروض بالدوريات للناشئين والشباب، ودول المفروض العناصر الرئيسيه لبطوله العالم اللي جايه ان شاء الله تعالى. والدوريات اللي زي كده والبطولات بتفرز جيل جديد طالع ان شاء الله الفتره اللي جايه. وطبعا كل يعلم جيدا ان الدوريات بيبقى فيها اكثر من احتكاك، وفي نفس الوقت بعدها بيحصل تصنيف للعيبه، وبعد كده بيحصل تصفيات للعيبه لاختيار العناصر المؤهله لبطوله العالم اللي بيمثلوا مصر ونشرف بتشريف مدير الاخر. عامه الدوري ده زي ما قلت كده لحضرتك ان في بطوله عالم جايه، وفي نفس الوقت السن ده احنا بنعده للبطولات اللي بعد كده، فدايما الدوريات بيبقى فيها الاحتكاك اكتر، لان اللاعب بيلعب اكتر من مباراه، واللي بيحصل ليه حافز ان هو يقدر يطور نفسه مع المدرب ومع الانديه بتاعته، ودي في حد ذاتها بتكون بالنسبه لنا تمهيد لما يجي العناصر المنتخب يبتدي بعد كده تحط خطه ان يكون جاهز للمنافسات الدوليه والعالميه. الحمد لله احنا بنشكر ربنا، الفضل لله سبحانه وتعالى في البدايه، وبعدين مجهود مجلس الاداره كله، ان احنا كان في منظومه، المنظومه دي بدات من 2017، ابتدينا نعد لاعبين اجيال متعاقبه. احنا مش بس طوكيو، انا ما احبش اتكلم على طوكيو تحديدا لان طوكيو ده كانت الجائزه الكبيره، لكن كان في حاجات قبل مقدمات قبليها لطوكيو، يعني احنا ابطال العالم في الناشئين والشباب. فانت لما تلاقي ان في امتداد للكاراتيه، ان الناشئين والشباب ابطال عالم، ان منتخب مصر الكبير ابطال عالم، ان انت بتاخدي ميداليه اولمبيه ذهب وبتاخدي برونز بنتين، بتطلعي بخمسه لعيبه من كوتا، ست لعيبه في الكوميتيه، فده يقول ان في منظومه كانت بتبني عشان نروح نوصل للانجاز ده. الف مبروك لطوكيو، الف مبروك لمصر. الكاراتيه نقل مصر نقله كويسه قوي، نقل مصر حوالي 30 دوله بالميداليه الذهب والبرونز اللي خدناهم. تمام، انا ببارك لكل الولاد اللي حققوا من كل الالعاب، وبالخاص بخص بالذكر كاراتيه.
حلو ليه ده؟ عشان استفاد وابقى اعلي مستوايا. تنافس ليه ده؟ عشان اجيب حاجه للنادي بتاعي. يعني الدوريات اقوى عشان بتلعب فيها الاكبر منك والاقوى منك والاحسن والاضعف، بتلعب فيها كل اللي انت الناس الحلوه. يعني ان شاء الله عندي بطوله قبرص يوم 21 اللي جايه، وعندي بطوله افريقيا، فان شاء الله اجي الاول في الاثنين، وان شاء الله ابقى بطل العالم. دوريات طبعا حافز جميل طبعا، وانا ان شاء الله عايز اجيب الدرع طبعا للنادي، وابقى منتخب حاجه ثانيه ان شاء الله. لا بطوله الجمهوريه طبعا عشان بتبقى فردي وبتبقى لوحدك، ممكن في الدوريات بتلاقي حد مثلا بيسند معاك ولا حاجه. ان شاء الله اول عالم رجال ان شاء الله. انا عايز اقول لحضراتكم الكاراتيه في حته تانية الصراحه، واحنا او الرياضه المصريه اكبر خاسرين الحقيقه ان الكاراتيه خرج من الالعاب الاولمبيه. انا كنت اتصور انه لو كان في 2024 الكاراتيه كنا ممكن نحقق اكتر من ميداليتين زي السنه دي او الدوره دي، دوره طوكيو، لان الكاراتيه زي ما انتم شايفين في حته تانية، والعالم كله منبهر باللي مصر بتعمله في اللعبه دي. اتمنى في الالعاب كده تتمنى انها تخش الاولمبياد زي الكاراتيه، الاسكواش، كمال اجسام، يا ريت يخش الالعاب الاولمبيه، لان الحقيقه الالعاب دي مصر بتتميز بيها، جيناتنا يعني راكبه على الالعاب دي. فالحقيقه احنا اكبر خاسرين الحقيقه ان الكاراتيه مش في هذا او في الحدث الكبير الاولمبي.